الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلام إلى يوم الدين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا رجع وإذا رأى بلدته. قال: وفيه حديث ابن عمر السابق في باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا، قد مر علينا هذا الحديث. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بظهر المدينة قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة، رواه مسلم. وهذا الحديث بهذه الرواية فيه فائدة، وهو أنه يكرر هذه اللفظة حتى يصل إلى بلده، فيقول هذا الدعاء عند رجوعه إلى البلد، وأيضا إذا قرب من البلد يكررها حتى يدخل. هذا مفهوم حديث جاء حديث أنس رضي الله عنه قال: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بظهر المدينة، يعني قربوا من المدينة ومن الدخول فيها، قال: آيبون تائبون عابدون ربنا حامدون. فلم يزل يقول ذلك حتى دخل أو حتى قدمنا المدينة. وهذه من السنة، أنك إذا قربت من بلدك أنك تردد هذا حتى تدخل المدينة. قال: باب استحباب ابتداء القادم بالمسجد الذي في جواره وصلاته فيه ركعتين. وهذه من السنة المغفول عنها اليوم، وقد يكون أيضا لعدم القيام بهذه السنة أسباب، منها أن المساجد ليست مفتوحة كما كانت في السابق، وإنما تكون مغلقة. فهذا من السنة أنك إذا وصلت إلى بلدك فإنك تصلي ركعتين في المسجد، فهذه من السنة التي يغفل عنها أو لا يعلم عنها كثير من الناس، أو قد تكون الأسباب يعني المحيطة في زماننا تمنع من هذا، ولكن سنتكلم عن هذا بالتفصيل إن شاء الله. قال: باب استحباب ابتداء القادم بالمسجد الذي في جواره وصلاته فيه ركعتين. عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين، متفق عليه. إذن هذا من السنة، هذا فعله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصلي ركعتين، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الفعل وبين القول، فهذه سنة قولية وسنة فعلية، فعلها الرسول وأمر بها، فدل على أنها سنة ينبغي على المسلم أن يحرص عليها. فهنا قال المصنف: باب استحباب ابتداء القادم بالمسجد الذي في جواره. هذا القيد الذي ذكره المصنف رحمه الله قال: في جواره، فهل لابد لهذه السنة أن تكون في المسجد المجاور أو في أي مسجد؟ الصواب في هذا خلاف ما ذكر المصنف رحمه الله أنها عامة، المهم أن يكون هذا المسجد في المدينة التي تسكنها، سواء كان في أول المدينة أو في آخرها أو الذي في جوارك. هذه المسألة الأولى، ويدل عليها عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر جابر أن يصلي في المسجد، ولم يقل له المسجد الفلاني أو المسجد الذي جوار بيتك أو كذا، فدل على العموم، دل على العموم، المهم أن يكون المسجد في البلد الذي أنت فيه. المسألة الثانية وهي متعلقة بوقتنا هذا الذي نحن فيه، الناس يأتون والمساجد مغلقة، مساجد مغلقة ليست مفتوحة كالسابق. نعم، قد تكون هناك بعض المساجد مفتوحة في مناطق دون أخرى وفي أماكن دون أماكن، لكن إذا كانت مغلقة فماذا يفعل؟ نقول في مثل هذه الحالة، إذا كانت المساجد مغلقة لا يستطيع الصلاة فيها، فإنه يصلي حتى في مساجد المحطات، لأن الآن مساجد المحطات لا تعتبر مصليات، بل هي مساجد تصلى فيها الصلوات الخمس دائما وأبدا، فهي في حكم المساجد وليست في حكم المصليات، لأن هذا الحكم يتعلق بماذا؟ بالمسجد، أما المصلى لا يدخل هذا الحكم. فبما أن هذا المكان يسمى مسجد وهو في داخل المدينة فإنه يصلى فيه ركعتين وتتحقق السنة بذلك. المسألة الثالثة: لو جاء من سفره وقد وافق وقت نهي، كان جاء وقت
صلاة العصر، بعد صلاة العصر مثلا وقت نهي، هل يصلي هاتين الركعتين أو لا يصليها؟ في رواية في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها ضحا، يعني كان يصلي هاتين الركعتين ضحا، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من السفر قدم وقت الضحى وصلى ركعتين، صلى هاتين الركعتين وقت الضحى. وقت الضحى معلوم أنه ليس وقت نهي، لكن لو جاء المسافر في وقت النهي هل يصليها أو لا يصليها؟ هذا على المسألة المشهورة بين العلم، هل هذه من ذوات الأسباب أو ليست من ذوات الأسباب؟ الظاهر أنها من ذوات الأسباب، فهنا تندرج تحت المسألة الخلافية التي بينها العلم، هل تصلى ذوات الأسباب في وقت النهي أو لا تصلى؟ أكثر أهل العلم أنها لا تصلى في وقت النهي، حتى ذوات الأسباب لا تصلى في وقت النهي إلا ما ورد فيه النص صراحة. والذي يرجح كثير من العلم ومنهم علماؤنا المعاصرون أن ذوات الأسباب تصلى حتى في وقت النهي. فهذه بعض المسائل على هذا الحديث، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.